إثارة الفوضى والهمجية، وهي تهمة ثانية الموجهة للناشطين تصل عقوبتها إلى 7 سنوات. إلى المغرب، حيث يستمر التوتر واضحا في العلاقات المغربية الجزائرية. صحيفة الصباح كشفت من مصادر لم تسمها أن المقترح الذي ينوي الملك محمد السادس تقديمه للرئيس أوباما من شأنه أن يشكل حلا بالنسبة إلى الأمريكيين في منطقة جيوستراتيجية تعاني بسبب التهديدات الأمنية التي تشكل الصحراء الجزائرية قاعدة لها في المنطقة حسب الصحيفة. في المقابل، تضيف الصباح، استعدت الجزائر لوصول الملك إلى واشنطن للقاء الرئيس أوباما من أجل التشويش على برنامج الزيارة وتسخير أموال كبيرة لتحقيق اختراق بشأن أجندة الاجتماعات. كما سعت المخابرات الجزائرية إلى توظيف الاتحاد الإفريقي في عملية التشويش والاستخبار حول هذه الزيارة. صحيفة نيويورك تايمز.